السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده، وبسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. كلمتين للكابتن محمود الخطيب، عجبك اداء النادي الاهلي الفتره اللي فاتت؟ شفت مباراه سموحه عامله ازاي؟ هو ده النادي الاهلي اللي حصد الخمس بطولات السنه اللي فاتت؟ طبعا لا. لما نلعب 12 مباراه يا جماعه نكسب خمسه نتعادل خمسه ونخسر اثنين. صفقاتك كلها فاشله، كولر عنده وغرور ما شفتوش، كل ماتش يعمل لي روتيشن، يعمل لي تغييرات من خمسه لاربع لعيبه. ليه؟ النادي الاهلي ما يستحقش كده. كولر لازم ليه وقفه، ومش من حقك يا كابتن محمود انك تدي الصلاحيه كلها لكولر. احنا كان عندنا واحد اسمه السيد عبد الحفيظ كان عامل انضباط داخل غرفه خلع الملابس، كان عامل كنترول على اللعيبه، مش اللعيبه يكون عندها مباراه تاني يوم الصبح تكون سهرانه طول الليل على السوشيال ميديا وقاعدين بيحتفلوا بالقضية ممكن، وكل واحد يقول اللي ليه، وكل واحد يقول اللي عليه، كل واحد عايز يطلع ياخد من الكعكة زي محمد عبد المنعم. شفنا حسين الشحات وشفنا كهربا، طبعا كهربا خلاص، كهربا احنا شفناه امبارح. الاهلي من غير كهربا، الاهلي من غير مهاجم عامة، مش من غير كهربا، الاهلي من غير مهاجم مش نافع، مش نافع نهائي. لما نقعد خمس ست سنين ما احناش عارفين نجيب مهاجم، النادي الاهلي بحجم النادي الاهلي ما انتش عارف تجيب مهاجم. خسرت الطولتين، خسرت من اتحاد العاصمه في اول الموسم، فريق منتصف الجدول في الجزائر هناك بتخسر منه بطوله، واول بطوله دي على حسابك. ما ينفعش، ما ينفعش يا كابتن محمود اللي بيحصل داخل النادي الاهلي، وشغل المحسوبيه وشغل الصحوبيه والقرابه اللي موجوده داخل لجنه التخبيط اللي موجوده معرفش بقى لها كام سنه، مع الاحترام للكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصر. دورهم ايه؟ دورهم ان هم مشوا السيد عبد الحفيظ، عملوا فرتكه، عملوا انفصال داخل النادي الاهلي من اول الموسم. ما عند كولر عايز يكون هو الوحيد. احنا شفنا الدكه قاعده عنده سامي قمصان وخالد بيبو قاعدين بينشوا، ما بيعملوش حاجه يا كابتن محمود. ما ينفعش، انت رئيس النادي، انت يعني راس الهرم من فوق، انت اللي بتدير النادي، مش هنسمح لواحد مغرور هو اللي هيمشينا. احنا شفنا عنده عامل ازاي مع الصحفيين، بيتكلم ازاي، شفناه مع الجمهور امبارح بيتكلم ازاي. يا كابتن محمود لما السنتين اللي فاتوا خسرنا البطولتين، الجمهور معاك لما كان بينتقدك داخل المدرجات انت كنت بتتكلم معاهم باحترام وادب ازاي؟ مش كولر اللي كان قاعد في بيتهم وعمره في حياته ما شم بطولات جاي دلوقتي يتنك علينا؟ لو عايز يمشي وفي عرض اهلا وسهلا بالسلامه. كل يوم والتاني مسكت اللعيبه، مره مع عبد القادر، مره مع قفشه، مره مع حسين الشحات، ما انتش عارف تسيطر على اللعيبه. انا ما اعرفش، عندنا قطاع ناشئين ما احناش عارفين نطلع منه حد. لا وبتكافئ بيبو ان انت جبته مدير كوره بدل السيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ اللي كان ماسك اللعيبه بالعصايه والنار، النهارده كله عاد بيشوح، واللي عاد بيتنح، واللي عاد بيتكلم، واللي عاد بيسهر، ومحدش في دماغه النادي الاهلي. مش هو ده اداء النادي الاهلي. لما 15 كورنر امبارح مفيش فيهم واحده صح. شفنا صلاح محسن، خلاص صلاح محسن انتهى. صلاح محسن انا ما اعرفش انتوا جبتوه ده ايه. جدو مودست اللي احنا جايبينه بمليون و500 600 الف دولار ليه؟ ايه الصفقات الفاشله؟ ست سبع سنين خمس سنين ما انتش عارف تجيب مهاجم محترم يليق بالنادي الاهلي؟ لا ما ينفعش، في حاجه غلط داخل النادي الاهلي. فور يا عم كل الناس دي، فور كل الناس دي، اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يتوكل على الله. لجنه التخبيط زي الخرا، شركة كورة، كابتن عادل القيعي الأستاذ المحترم، عملتوا إيه؟ ولا أي شيء. ما عملناش أي شيء. أداءت هتروح كأس العالم إزاي؟ قول لي إحنا هنروح كأس العالم إزاي؟ ونقعد بقى نتريق على رضا عبد العال وعلى مهيب عبد الهادي وعلى الناس دي اللي بتنتقد في النادي الأهلي؟ لا. الناس دي دلوقتي كلامها صح، لما يطلع الهجاص يقول لك كولر جاي يضحك علينا، فعلاً كلامه صح. والواحد زعلان ان هو بيقول الكلمه دي، والله والله الواحد زعلان ان هو بيقول الكلمه دي. شفت المدرجات امبارح فاضيه،
الجمهور ابتدى يبعد عن النادي الاهلي. انت هتروح كاس العالم هتعمل ايه؟ هنروح ايه؟ سلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. وطلعنا من البطولة. والاتحاد هيمسكنا هيفرتكنا هناك في السعودية. قال اللي خدناه من كولر وعنده كولر. عمل ايه؟ بس ماتش المصري وماتش الاسماعيلي والماتشين شوط مع سان داونز وصوت وشوط تاني مع سيمبا بس وخلاص. ادي اللي احنا كسبناه من مارسيل كولر السنة دي. انا مش فاهم. كل شوية تغير لي اللعيبة. هتلوم على مين ولا على مين ولا اللعيبة كلها يا جماعة. حسين الشحات عايز ياخد ويطلع يجري يجيب جون. عاشور عمال يمرقص يمكن هو بس اللي فيه الرمق شوية. يمكن امام عاشور اللي كان بيلعب شوية. عبد القادر ركنه بقالك سنين طويلة. ركن الولد بقاله سنين طويلة. عايز يمشي مشيه يا عم. عايز يمشي مشيه. تغييرات بتغير لي بعد الماتش ما بيخلص. تغييرات ايه؟ منزل لي زعلوك في الدقيقة 80 81. عبد القادر تلات كور مسكهم غلط. صلاح محسن اللي خلاص كل الناس هتشد في شعرها منه. مشيت لي حمدي فتحي اللي كان رمانة الميزان يعني كان هو ده هو ده كان سبب مكسب النادي الاهلي الفترة اللي فاتت. ومشيت لي محمد شريف وجبت لي مكانه موديست. كريستو اتصاب. رضا سليم اللي لسه بيتعالج اتصاب تاني يعني اتصاب تاني في التمرين. مشيت للدكتور ابو عبله. طب انت عندك الفريق الطبي الطاقم الطبي ده بيعمل ايه؟ الطاقم الطبي ده بيعمل ايه؟ موجود بيعمل ايه؟ ايه هو فايدته داخل النادي الاهلي؟ وكل مباراه بنخسر او نتعادل فيها اطلع يا عم على ملعب التتش يلا يا ابني لم شنطتك وهات البؤجه بتاعتك على ظهرك واجري لي في الملعب. ايه يا عم؟ مش شغل استعباد هو. مش شغل استعباد. كولر بيخرف وبيهزر. انا مش فاهم. وانت ازاي سكت له يا كابتن محمود لحد دلوقتي؟ مع الاحترام لحضرتك. احنا بنكلم حضرتك الجمهور خلاص. ده صوت واحد اهلاوي بيتكلم من الحرقة اللي هو فيه. ازاي النادي الاهلي في 12 مباراة يكون بالسوء اللي احنا شفناه ده؟ يا راجل سموحة اللي خارجة سموحة اللي خارجة من خمسة من الزمالك ومتعادلة مع زيد وخسرانة من الاتحاد مش قادر تجيب فيها جول. يطلع كولر في المؤتمر يقول لك ده بيلعب بتسعة يا عم بيلعب بتسعة مدافعين. يا عم يا رب يجيب طوب ويبني طوب ويسد الجول. ما يخصنيش. هات لعيبة تشوط تكسر لي الحيطة دي. في ايه؟ تخلوا امبارح عالم انا ما اعرفش امبارح مهيب امبارح بيشيد بالدفاع بتاع سموحة وعبد حكم امبارح. عبد حكم مين يا ابني وبتاع ايه؟ انتوا خليتوا عالم نجوم. يعني احنا بنعمل من عالم نجوم. بنعمل من احمد سامي نجوم. بنعمل من علي ماهر نجم النجوم. الناس اللي هي كانت بتلعب قصاد الاهلي انا مش فاهم. يا راجل في الجونة وسيراميكا ما انت ما لعبتش. انت ما لعبتش. انت ما لعبتش. لكن مش بالطريقة دي. مش هو ده اداء النادي الاهلي اللي احنا متعودين. احنا فعلا كده عايزين مهاجم. خلي لي بقى لجنه التعاقدات وشوف لي امير توفيق. يا عم ما انت كان عندك هيثم عرابي. هيثم عرابي اللي كان بيجيب لك لبن العصفور للنادي الاهلي. هيثم عرابي اللي كان ماشي التعاقدات زي ما بيقولوا الشعره يعني ما اعرفش بيقولها ازاي زي السيف. امير توفيق اللي نايم في العسل واخدها لي بس مشاوير رايح جاي. لا مش معقوله. مش هو ده اداء النادي الاهلي. وما تعودناش يا كابتن محمود على ان احنا نشوف انكسار داخل النادي الاهلي. وكل شويه لعيب يلوي بوزه. كل شويه لعيب يطلع ما اعرفش يتكلم. لا يا عم اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه مع السلامه. الباب مفتوح. النادي الاهلي لا هيقف على مدرب ولا هيقف على لعيب. يبقى احنا ما نعملش نفسنا كده. كولر انظبط كان بها. ما انظبطش خلاص وما تديلوش كل الصلاحيات. انت فين من الكلام ده؟ هتعمل لي النهارده عقوبات وهتعمل لي النهارده جلسه استماع. جلسه استماع على ايه؟ جلسه ما على عينك يا تاجي. استماع على ايه؟ هتقول له ايه؟ وهو هيقول لك ايه؟ يا راجل ده الراجل واقف على الخط ماسك لي الورقه انا ما اعرفش بيحل كلمات متقاطعه بيذاكر عنده امتحان بكره ما تفهمش كولر فيه ايه؟ ومش عايز حد يتكلم معاه. عايز الكل اللي معاه يقعد على الدكه وهو يكون كن فيكون.
مش للدرجات دي. احنا مش هنمشي ورا كولر وهنفضل وراه لحد لما يضيع النادي. لو هو عايز يمشي وجاي له عقد احتراف زي ما بيقولوا معرفش من السعوديه او تركي الشيخ جايب له او معرفش مين، يا عم يمشي يتوكل على الله. النادي الاهلي عمل له تاريخ، ايوه اتعمل له تاريخ. الراجل كان قاعد في بيتهم في يوم وليله بص لقى نفسه معاه 5 بطولات، لكن مش للدرجات دي. لما تشوف المسخره وقله الادب داخل الملعب، اللعيبه بتلعب مفيش روح التيشيرت، فين يا عم روح الفانيله الحمراء اللي نتكلم عليها بقى؟ وفين الاهلي وفين ملوك التسعين؟ فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ ما شفناش احنا اي حاجه خالص. الواحد بيتكلم دم محروق، ما بالك بالملايين اللي بتشجع النادي الاهلي وعايز الجمهور يروح الاستاد يشجعك باماره ايه؟ باماره مدرب بيهاجم في الجمهور، بيهاجم في الصحفيين، كل شويه يطلع لي على الحكام، يطلع لي على اللي بيضيعوا وقت، على اللي بيدافعوا. يا عم وانت مالك؟ مال اللي يدافع يدافع، مالكش دعوه بالحكام، العب انت، العب انت وخلي الفريق بتاعك يلعب. حط خطتك صح، حط الخطه صح. عندك كريم الدبيس ليه تطلعه بره التشكيل؟ ليه الراجل شغال 10 على 10. علي معلول بيشطب خلاص، علي معلول كله كوره خرف خرف، علي معلول شطب، عبد المنعم بيتدلع، قفشه خلاص، الشحات نفس الشيء، عبد القادر نفس الشيء، اكرم ظلمته رحت رميته في الوينج يمين، ما تحطه في نص الملعب، حط اكرم توفيق في نص الملعب، حطه يا عم. بيرستاو تقول لي مصاب، بيرستاو مش مصاب، بيرستاو تاديبيا عشان كان بيتكلم معاك. انت بتعمل فورتينا في الفريق وعملت تشكيلات غريبه الشكل، ازاي اللعيبه هتفهم بعض؟ عمر ما في لعيبه هتفهم بعض، والله عمر ما في لعيبه هتفهم بعض بالغباء اللي احنا شايفينه منك يا كولر. اعقل وارجع لرشدك. ويا كابتن محمود كلمه اخيره قبل ما اقفل، معلش استحمل الجمهور، انت بتستحمل كتير وراجل دماغك كبيره بتعرف توزن وتحكم الامور كويس. يا ريت تتكلم مع كولر، لو عاجبه يمشي بما يرضي الله مع النادي الاهلي كان به، مش عاجبه يتوكل على الله. النادي الاهلي في مليون قاعدين هيتمنوا ان هم يدربوه. وشكرا على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.